الربو أو حساسية الصدر، لا فرق بينهما، وهو مرض شائع يعد كأحد الأمراض المزمنة التي تصيب الشعب الهوائية. ما الذي يحصل عند مريض الربو؟ ما يحدث هو كالتالي: عند تعرض مجرى التنفس لأحد المثيرات سيؤدي إلى التهاب، أي تورم واحتقان في أغشية الشعب الهوائية، تزايد الإفرازات المخاطية مما يؤدي إلى إغلاق جزئي أو كلي لمجرى التنفس، تقلص جزئي أو كلي، وانقباض عضلات القصبة والشعب الهوائية، وكل ما سبق يؤدي إلى إعاقة جريان الهواء في الرئتين، فيشعر المريض بصعوبة في التنفس مصحوب بسعال وأزيز في الصدر، وبالتالي الإحساس بالكتمة وضيق النفس. ما هي أعراض نوبة الربو؟ عند نوبة الربو يشعر المريض بالتالي: ضيق التنفس، السعال المستمر خاصة أثناء الليل أو الصباح الباكر، زيادة البلغم والإفرازات المخاطية، وتختلف شدة الأعراض من مريض إلى آخر أو عند نفس المريض في كل نوبة، فقد تكون بسيطة في نوبة أو خطيرة في نوبة أخرى. هل يوجد علاج تام للربو؟ في الحقيقة نعم، حيث يجتهد الأطباء للسيطرة والتحكم على الربو ومنع حدوث النوبات وأعراض الربو، وذلك بالابتعاد عن المثيرات، وأيضاً بالاستخدام الصحيح للبخاخات العلاجية يتمكن المصاب من ممارسة حياته بشكل طبيعي جداً. مدينة الملك فهد الطبية تتمنى لكم دوام الصحة والعافية.